الحق أذن وأنا من الأولاد. دوكي شو قولي يا مريك دين ما تحشميش ولادي يرقدوا. يا مامي خونا انت ماشي نلعب في الفيلم تاع غوادالوبي هاني انا نقصروا هنا يا حنايا هو الحمري هي ضيف الضيف عقل اسمح لي معليش يا بابا معليش معليش يا وليدي ها الطرفه شيخ نعم الله يرحم من هداد هاني واش معناه قال لك اسكو السيد هذا يجي دائما يجي دائما وعلام قلق عود ارواح عود ارواح انت وخوتك هذه هي عائلتي هذا انا هذه مرتي لو كانت تحل راسها تلقى قفة ومرشي العمري وقت المرشي لياس يا لياس مشكلته انه ما يقدرش يربط الحرف مع الحرف هاني اسبانيولي يعني اسبانيولي هو يقول باللي راني نخدم نبيع ونشري ونروح لاسبانيا الله اعلم وين راه يروح حلومه ما تخرجش من الفيسبوك الميكرو للبورتابل البورتابل يمشي معاها في الفطور وفي العشاء هذا مرض هذا هو المزوزي تاع العيله يوم ما يسكتش ابدا ما يسكتش هذا العيله هبلتني وشيبتني وانا جيت لها ضربتها مع الدكتور سعيد زاسكرو كبير هذا كاع واش داروا فيا اليوم راهم كامل تحت سيطرتي انا نقدر نقول لكم اليوم جات دالتي واش يا خو صافات مليح اسمع ما نسيتش عندك مانيطا ديالي قول والله معليش صح حوسي على الخاتم ديالي ما شتيشو لا ما شتو زيدي حوسي مليح شوف حرة ماما لا وبلي شريتها جديده غسلتيها لا شوفي في البلاك انت تضلي ترمي في حوايجك على كوش يا دروات ريم ما شتيش الخاتم ديالي لا وين درتيه ما درتو في خزانتي نقول لك حاجه دوك نعاود نطبقي حوايجك تاع الخزانه ونحوس عليه يا اخي هيا معليش اسمعي انتي يا ما شتيش ربا تاعي مش مربى ليش شريتها جديده هذيك اللي تجيني خير منك جو مونفو وين راهي ما على باليش اسمع انت ديت لي مونيطا تاعي واش واقع الان بلصح صرتني بلصحبك انايا هيا انتي هيا اسمح لي ما جاش انا اه يا بسم الله
عبالك خو والله ماني قادر ناكل، انا حاب نصوم عن ضفيلي ديركت. موت انت عسالة بلا، واش بيك تاني يا اخو؟ كل دوران لك حاجة تاع مارو ماركيت والو انت؟ مارو ماركيت والو انا. هادوك الزوج اللي جابهم الشيخ زعما شغل خاوتنا. ايه ملي راهم هنا في الدار راحوا لي بزاف صوالح، زوج فيستاج بيع فيهم للسيد نجي ما لقاهمش، جوج ساعات كيف كيف، وقرع ريحه الاخرى شاريه 1500 كيما مبريكولي ما لقيتهاش. شاك وتقاطعي ندير شويه ما حبيتش تبعتها. بالك داهم جنون، بالك جنون شو ما يخدموش في رمضان كونجي. انت شتهم؟ شتهم؟ انا ما شتهم. ما لا ما تحصلش فيهم يا خو. حتى الشيخ شتوش واش كان يقول؟ قال لكم نتوما كاع ما كاش ظرافه معاكم، معايا انا تهضروا معايا شغل مانيش عارف كيفاش. وبالك جابهم زكارة فينا، حبي يقول لازمنا نبدلو بروتوكول. لا اسمع لي لا بوليتاز هو زعما كفطان باباك صحاش المبدا نفضلك ولا فايس باباك هبل انت تحوس على بوليتاز من فضلك ذهبت ارواح الدولك والو انت نورمال. ايا جلبانة وراه زبيب؟ هذا زبيب مديكيزي جلبانة ولا بالك شرقوا الجنونة ما تعرف. شوف تام كونجي او يدل هذا وش ربحت ونصلي هذا مدان صومة ذاك العام. يا اخي ما نحمش الحليب يدور لي قلبي صاحبي، اذن الله نضرب واحد كليرو. شوفوا يا جماعة جمعتكم اليوم على خاطر سيلور تاع السحور. خليني نكمل. يكمل نسيتها او راح يدن من الاخر اخو. إما معليش نعاود. واش تعاود؟ شوفوا حياتك. يلا شوفوا يا جماعة. لا جيب الاخر. يما سرقوا لي 10 ملايين. سيريو انا جاري قال يا اختي. يما ديري عليها دارقك شويه تحبس لها قلبها. يما مع احتراماتي ليك صح انا تاني راح لي الخاتم بصح صاحبي شيت 10 ملايين مي عزيز عليا وانا ربالي شيتها جديده ما لقيتهاش. شاي ماما انا الدولي ماني طاتها بلاي. انا مازال ما فيريفيت. واش عندك انت باش تفيريفي؟ عندي روباتاك تاع 30000 دوكا لازم لنا حل. يما الحل هو نحوزوهم. شحال سهله كاش كاع الرحمه في قلبي. انا في رمضان شبيه وضغط الهلال الاحمر. ايوه بس حنا لازم نثبتوا لباباكم بلي هما السراقين وهما تاع المشاكل والحل نديروا لصقه في القجور. اسمع عقليه تاع مقنا هادي ما ديكش البعيده. سي بون لقيتها. انا نحل سكايب وندير لاكام ومراد يحل سكايب في الشومبره تاعو ونفيلميهم بلاكام تاع سكايب. واش فيلم هندو؟ ايه ضربي تفاحه براي. اسمعوا الحل اللي قلت لكم عليها انا شنو هو؟ تقنيه ساميه في العلاقات الخارجيه والداخليه نقتلوهم بالقدر. حبي يقول صباح الخير واش راكي لاباس، مساء الخير واش ما يخصك، بقى على خير راني هنا. شنو ظرافه؟ انا موافقك في هاد عجبتني هذيك تاع العلاقه الداخليه الخارجيه والوسطانيه. معقول دا نمشوا بعقليه لابوليتاس. ها كيما قال الشيخ انشيلوتي في الغربيه مير اتاك هي سي لا ديفونس. يا سعدي بولادي ولو قارين ويعفو يهضروا بصح ما فهمتش مالا نولو نسرقو كيما هما. واش بيك مخرج عليك تفاح؟ سبيل المثال مثال يا اخي هكذا يقولوا. قول لاختك صباح الخير. انا نقول لك صباح الخير. ايه كاب سي تريكيبيري فراشك ولا لا؟ لا اه يما لا قول لاختك صباح الخير. كوراج كوراج دي كوراج وليدي ما تخافش انا معاك. روح يروح ويروح خليه يبا خليه. اسمع تقولها ولا ما تقولهاش؟ نقولها. يقولها بالا كوراج. صباح الخير زيد. صباح الخير اختي العزيزة. اسمح لي ما هكذا يا اخو شنو اعطيها شويه روحي. صباح الخير اختي العزيزة. زيد لها الضحكه دوكا. صباح الخير اختي العزيزة. يعطيكم الصحه البنات كملتوا البورك كامل. لا لا ماما درت وحدي. هكذاك الشاطرة تاع بنتي. شوفي انا نوجد الشربة وانتي روحي وجدي الطابلة. صحة بنتي. او ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بنتي حلومة صخشي ينقي ما بالمهام.
حلومة راكي لاباس. لاباس بابا العزيز، وانتك مليح؟ نعم راك مليح بابا العزيز. انا راني مليح. واش من عمري؟ نجيب لك قلب اللوز. لا لا، الهاني جابو صباح سخون جديد يهبل. نعم الهاني اللي شراه. ايه واللي يصرح للمارشي جاب الفادية وجاب القضيان وجاب الشربات. لا ياس. ايه شكون اللي قالو؟ وحده دارها من راسو. لا ياس فهموا عادي قادي الكلام. ايه مالا بقى غير ميراد؟ لا لا مراد خرج صاشيه تاع الزبل وكسر لك راسك بالهضره. ابدا وليدي متربي، وش بيك العمري؟ ميراد سكت. سكت العمري وش بيك؟ حلومه عنزيد نسقسيك. نعم راكي لاباس. لاباس بابا وانتك مليح. اولا نخرج يضربني شويه هو العمري. كش ما خص نزيد لك حاجه متشهيها ولا؟ بسلامه بابا يا العزيز. بسلامه. يا بابا العزيز تعال ما تسكتش. اسمعني بابا. واش هي هذا الحس؟ والو والو الجيران. يا شيخ نقدر نعاونك؟ عندك ما تعاوني، انا راح نشم الهواء. تجي شم الهواء معك. تفضل. يا السويدي فطوركم في كوزينة ابو جلبوه. وليدي حلوها والبورك. ولا تشرب يا شيخ. لاباس لاباس والله لاباس. يبعث لك العين. نصر معاك شيخ. شبيك؟ تفضل شيخ تفضل. يا لك كلمة تفضل والباب اعطي لك واحد. ربي يحفظك بابا. هاك يا الباي. واش قلتي لنا في لافير يا لالا؟ ماك على التليفون. كيفاش حبيتني نصيبو هذيك العلة دايما لاصقة فيا؟ راني نهضر على الخاتم. عشاك تحوس على الخاتم؟ خاتم باتو وانا اللي سرقتو، تمانا عندي دراهمو. ماشي تفاهمنا من الاولى 50-50 هاكا نولي نافيكينا تاني وحدي. عينك تنافيكي روح دي التليفون اللي طلبوه لك دكتور سعيد. واش راك دير هاد الوقت كامل؟ بصح التليفون اللي طلبوه لي الدكتور سعيد فيه كاميرا وهذا ديكلو. انا درني اوت من هاد لافير خاطر انا كرهت، ما عجبتنيش كاع هاد الحاله. حتى انا صح 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 ديكوتيت على بالك. وهبلني هذاك السويدي الصغير حسبني نتيجو انا ما صلبه هادي مكسوسه. العمري واش كاين؟ شغل صبت واش معلقه في الباب ما على باليش. ماشي ديالكم الاولاد؟ لا لا شغل تاع بابا نوال. بس سكتي انت، بابا نوال يضرب كابا تاع فاميل. انت بابا نوال غلط في الطياره يجي لعندك. لا انا شكون هذه نوال اللي راكم تهضروا عليها؟ ها ماشي تقراها بابا وتقراها. ها واش مكتوب؟ ها مكتوبه العمل. هي كتعود مكتوبه العمل معناها انا ومعناها تريسيتي وكاس. وهذه انت هو نقول لك دائما دائما كي يخرجوا الاولاد انت تدخلي طفي من وراهم. اقرا سما انت فايق الصونا الغاز تدخل لدارك وتخلي الكابا وبريه برا من الاولاد. وانا ولاد عبد الرحمن ومريم ما على باليش انا. خلاو لك بريه بابا. شكون هادو؟ ولادك. الى عائله العمري. يا عائله العمري نتوما كاع ماشي نورمال. ما فهمنا والو. جينا برك نعاونوكم. قريب هبلتونا معاكم. رانا خلينا لكم كاع حوايجكم في الكابا الكحله قدام الباب. سما هذه ربي يعاونكم. يلق بابا العشر ملايين في الكابا ودرامي حلاليين جاو حتى الباب. عرفت دوكا كي كنا نشكي ولا كنا نحكي ولا لا لا ما امنتناش راح جاب زويجها من هين. ما شكيتو معك راح تتهمنا. ما قلتي لي والو. شيخ كاين اللي فهم الدنيا وكاين اللي الدنيا فهماتو. واش قال؟ قال لك شيخ انت غير تاع مارشي بونانوتشي بابيتو. شيخ دوك فهمت علاش انا ما نسكتش. من العمري شوف معايا مليح يا اخي. تعرفوا القفوه وين محطوطه؟ وتعرفوا المرشي كي توصل تما عمرها بالقضيان والفاكهه وما تخلي والو. ايلك صح نستاهل. ايلك انا هو وجه الميلك بابي.
شامبوان.